بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود يا الكسو دبادة برنامج كولن كن نيروبي او آلا وانغا هذا الله حالة ده السياسات ده اي كجراء قدها دالك الصوماليا ما انت برنامج كو حمرتي انو قوه وزيركي هوري عريمها قدها دولة ديك مرقار كيهيد اي صوماليا محمد محمود قوليد او كو مقع دير قعم ديري يوليبا حلبان كترسان دولة ده فدرالك الصوماليا او اسنا لوغو مقع عبو محمد عبد يوسف حلبان كسكو وارو عدا سياسة ديد او مدس كسو جري سياسة ده صوماليا برامج كسيدو كلوا حمرتي يقوه ددوينا كو داقان مقالة ده نيروبي قارحان حافظ إسلي او غران كسو دو هذا برامج كو كلان كنيروبي أدرنا يا مرسنة ان برامج كنت بدن واحد دي رد كو ساري دونا حالة ده آدق إكاد تاغن مقالة ده قال كعيو اي حرون تا قبل كمدوك يو وليبا ان دقال كو ارد حيا مامل كبودلان يو قل مدوك يو وليبا سيدا يو أركان سياسيين تا صوماليين يو كودا قان مقالة ده نيروبي او غران برامج كي يو واحد كودا فران دونا ان محمد عبد يوسف او احد ده حلبان كترسن دولة ده فدرال كو صوماليا بل كوران دقال كو قال كعيو اي حالة ده هده سيدا اي تهي يو وليبا دور كي دين كين كي قادن بسم الله الرحمن الرحيم السلام يا دين كوردن وحوي أرين تاسو وحوي أرين آدي هذا الله حماده والمرقة له وعلى الحموين له وقف وحقر رجل الضمير ودني يسوم اللي يكون جرتو وكان نحو وحق على كعيك سعوني يبقى تدو وحكود عيسى ودتك ديتا وساكينتي وحروتي ودوركي ودفرفت يعني أبود يراوي يوم باس عير سنين رصاص ويسلد عيان القريب يكون فني حافظي وكوير عيان شعبي مساكين تا وقحيا وعري ميلي آدن ميقان جيد هستو دي بنا دا غيب فديان مركي أرين آدي اللوغة مرغوضة فول حوية رنتاية دا سيدا دراد ديت وحنكو باقينا وحسون جيدين إنا دادك صومالي وحقرتك ميلك استهجو ونا رنت سيد تلاو لغا قادو ودقال كدادك شعبي قال لغا چوشي ولو دانية شعبي قال ودانا هقار كاو لغالي يدقال لغا نسوضو ان اغنى هاي إني سن مسلحات ومودة هاين اي تايد نشقسيا إن لي ان وزيركي هوري اريمها غدها اي دولدي كوميل غارك هدا سوماليا محمد محمود قوليد ايا اسنا مرتي اوغا برنامجكا ان وخ بدنا كلا سوده سياسه سوماليا بل كوران دغالكا غال كعيو ان مخو كسليسنا اسلاده سياسي. بسم الله الرحمن الرحيم. سومالي قبل ما هسنتهي جانسكا انا سيساي وخان كلو سلام يا رئيس وزاري هوري احمد عبد يوسف حلبانكا سوماليا سيدا لا سعطان دبات بان بي سومرتي دقال كان دقال عصب ما أها لكن وقت حمب المناسبة هين بو يمت وقت سوماليا ودن ما انتر نبات اي ودت هاي او لستوغا هي ان هر الله سعودو يمت وحان قبنا امد سوماليا دو انان دقال لما ان شعبكو سياسة با كل حجر تبان قبنا ادي اد بان امد سوماليا دو ملك سو اجوت او حماتي حسين قولد يا قاس باك المامولا دقال كيسو كي سوماليا كدع كيسو وأردن لو مرة سحقتوا دولة في الدارك مرة راح يصير حد ودقال قال كعيك بلا مرة سديه كرا لو بده مسؤول مسؤولية ده دش يقول هذا نعيا وهاوي هرتا لو بده مسؤول مسؤولية سن جرانين بيقبتين وافق حلو سن جرانين إن أودنا أول هين كرا شدة دي أقانت هذا نهين يو هاي عرق نبدا مركو قبتنا وعلو منا يا مركا لو بده هو تشينير هدير شقب بالله بدت كوتوا براني هديرتان marka ma dad umada iyo dhaqankeedii si uu u noolan karto niman kale eelin karo kale hagin karo ma soo garmis niman aragti fiican oo wadaniyad leena ma oo ma taqaanay in umada midnimadii walaaltinimada ka shaqeyn karo ma ayaga sabab u ah dad ayuu fiican yihiin dadku ma dagaalameen in aad u mahadsan tahay. Kaas wuxuu ahaa ra'iisul wasaarihii hore ee dowladihii soo maray dalka Soomaaliya haddana ah xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya. Waxaan doonayaa dadweynaha barnaamijka martay ugu ah inaan hal iyo laba qof aan siiyo si aragti ay uga dhiibtaan dagaalka gaalkacay ka socda. Horta muxuu ku salaysan yahay dagaalka gaalkacay ka socda? Muxuu ku salaysan yahay? Waxaan ku bilaabayaa dhalinyarada hore weli wiilka geeska xiga. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Magacaygu waa Sayid Cumar Cabdidaahir. dagaalka gaalkacyo wuxuu ku salaysan yahay haddii hadda aniga aan fikirkayga aan ka dhiibto waxaa waaye siyaasadda horta hadda ay mas-uuliyiintu ka hadlayeen way ku jirtaa. siyaasadda laba qaybood u kala baxaa, mid dalka ka baxsan iyo mid dalka ah, labadaba inay ku jirtaan aan hadda aniga fikirkayga aan ku qiyaasaya. Aad u mahadsantiin.
قبان عربا إذا هيلنا إسا مريكان با إنا هيلنا هاي بل أنيال لكو دقالان بل كورس كورس بيدون هاي مركا باربالهم كد لغسوغا الدوية حال لغسوغا انترناشنال كوميونيتيغا ميل كسها نقضيانا أنو مقبنو إنو حال كينا هاي سوماليان أيونا قوضان ميتال مركا كسو قفتو مداشا هاد أوكال لهاي رزارة أوكال لهاي مداشا بارلمان باجري مدحوين اجري رئيس وزاره بقولها وزير اجري صدح ناس باجري محكمه اجرت واسكو خرايا دستور كها محكمه اجرت مركز صدح ايو اسكو خران با وحي يمد ما لا يراهدا انترناشنال كوميونيتي نما سو درسدو لا يراهدو هبل با يمد او وكيلكا اما هنقودو نكلسكي اما هنقودو ميد كخيغي كدبايو ميتين هنقوده اي يمد مركز يراهدين نيمانكا او يمادين ورسال يالا waxa jeelisa anagu waxaan rabnaa doorasho ma dhici karto doorasho waa dhici karta maan oran ee kula sayidid ku doorasho waa dhici karta chance baan jeer sanadii barbaan haray waan la sameyn kara maan oran idu maxaa rabtaan markaa idinka anagu waxaan rabnaa inaan talaabo qaadno oo aan la dooran si la yeelo baarlamaanka sidee yeelina baarlamaanka waxa gudbayna oo say u gudbaysan inteena ururayna inteena wax arlamada madashan la baxayna way runtiin okay way no problem way inaan ku aqbalay okay okay baa loo saaray isoo hadduu yiraahdo inay saari ma haye wax ilaalayna dastuurka ayuu ma sameyn kareen sax isaga oo ogolaaday ayuu ba saartay laakiin beesha caalamka intii la sugi lahayd xaaladda Soomaaliya inay xal ka gaarto soo ma ficiin siyaasintii aad tashataan idinka heli la soo samayn daaris kudmay shin siyaasadda ma aha waxa weeye dadka markoo horaba si ya keenah mudiya ya dawladda ya keenah waxa la yiraahdo wax in boos banaanka laga keenay way xukunka Soomaaliya banaanka laga keenay hadda waxaan maqleysaa marka doorasho la keenayo hebel Mareykanka baa wata hebel waxa wata maalka imaaraadka baa wata Soomaalida isdiidana la isku keenaya ma Soomaalida isma diidana shacabka Soomaali isma diidana hoggaanka isdiidana hoggaamada weey oo ay ku jirto sida la sheegay qaranimadu waxay gashaa sideedaba qaranimadu waxay gashaa fiiri manta ka sheekaysanayna waagii leegada ayuu soo iga sheegayna waagii leegada oo xurnimada la doonayo waa maanta oo kale aan ka fegtay hadda xurnimada waagii oo barnaamado ballan baa leeyahay leeyahayna si doona 10 sano tan hadda ma jirto goor ay noqon doonto hoos isii dhacaysa waagii leegada waxa la oran jiray waxa jir jiray boog madow iyo boog cadaal lagu dhigi jiray boog madow iyo boog cadaal lagu dhigi jiray arba maanta waxa la boog madow baa tiri xataa mid green lama iman kartid because iddu waagii amf office baa la dhigi jiray hadda tan ma jirto office adduunka dhan baa iska xukumeel laga xukuma taqaanid waxaad ka soo qabataa mitaal duway maanta wada joogan yaa loo yeeray maxaa loogu yeeray maxay u dooneen maxay ubada u sheegeen haddii soo laabtan ummad maxay u sheegayaan waxa halka sameynaya maxaa loo sheegay see u dhici kartaa waxa jira sharci ku oranaya ninka mas-uulka ah mas-uuliyad dalkaba waatay karaan waa in uu joogaa haddii madaxweynu tagaan ra'iisul wasaaru joogaa haddii madaxweynu halka guddoomiyaha tagaan ninka joogaa ayaa jira bedel laakiin marba iska baxaan laakiin imaaraadka carabta faragelin siyaasadda Soomaaliya lagu moqon waana wadan muslim mar sidii kara hadda waa xal doon xoga shacabka Soomaalida doon qanaayaan waxa weeye sideedaba haday xal doon yihiin meesha xalku jiray ka doon lahayn ma aha nimanka nimanka xalka hayo ma aha xalka nimanka hayo ma aha waxa laga doon lahaa shacabka laga doon lahaa shacabka marka haye waxa laga doon lahaa ta kuwa gaalka ku darar haya laga doon lahaa kuwa xamri jooga oo shabaabka cunaya laga doon lahaa haday xal doon hayaan shabaabka iyo waxa dawladda heshiisay lahayn haddii xal doona hayeen dadka bucaaradka iyo dawladda shisiin lahayd ma xal doona ma hayeen intaan ma joogto umbe rabaan in inta badan shirarka lagu qabto Soomaaliya wadan banaanka ah waxa la yiraahdaa siyaasinta isku soo jiidaya lagu heshiisina maamul goboleedyada isdiidan iyo dawladda federaalka waxa baa la yiraahdaa xaliban mid jira hor siyaasiin Soomaaliyeed isdiidan oo la heshiisinay waana isdiidan isbana diidan mabda' ay aragti wadan inaan ma isku diidana waa isku diiday wadan shakhsi ah ni walba wuxuu asagu rabo adduunka kale ka waayo waa la diriraya laakiin mabda' iyo Soomaalnimo iyo qarannimo kulama dagaalsana interes iyo xoolaha ummadda in la boobo kaliya lagu dagaalsan for example hadda dawladda dhexe hadda aan ka dhimin baarlamaanku lix bilood mushaar ma qaadan shaqaaluhu ma qaadan askartuna ma qaadan baluu fiirsayaa lacagtiina waa timaadaa dalka waa loogi dalkana waa ka soo gashaa dibaddana waa laga keenaa jeeb rag bay gashaa ma garad rag jeebkiisay gashaa oo loogi hebeli hebel hebel saad inuu walba intaas qaata shakhsiyaad marka waxa weeye waxaan meesha joogaa oo ehel umaaha dalkan iyo dadkan midna umay aha waa burcad istashatay in dalkii ummadda boobaan isku laayaan qor ka soo adoo raacsanay fikirka iyo waxyaabaha aad ka qabto asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa Said Nabadoon runtii
وكفرح سنة إمارك تي برنامج كان قيمة له هو سومالي كيبل أي قام قابين أيسو اللغة هلا أريمها إمارك تي كتاعن قال كعيو كل الفدرال كا وإيشو كله لك أنا واحد ثابنا يا ورنتي هوها دقاجنا يا وهوها مروجدة له وديجا مانتا عن إذا الله هذلينو برنامج كان أديارنا سن ديجا سومالي كا إدادنا يا كاسا وحول بكهوري فدرالك وأرمي سياسات وقلي دونا لكن ديجان هرت مركور إلا جوجي وضياشنا وحنجلان لها وناجن أي ما أنت كهرلين ومحوها إيش طبعا ولا لبذا يعني حتى دجال كده حيو حتى أنا جفوه سلوسي دجالك ولا لبذا لبذا ورير محوها مدو رير مدو لكن وحنجلان لها إن أتقال كعياتك تان وأد هرمود ونقطان وحب ما تريسو محوها معلو بالتي في إلا جهر للإيراد هلا جوجي لكن حلوب هاي وحجرت كي رير مدو جاتين إن أت بحذان ووحي وح يعني وحترق oo umada dad badan oo qiimo laha gaalkacyo jooga in la la tashado la la kaashado loo istaago dhigaas horta markii hore sidoo lagu joojin laha waxaan kale to magalmuduga ma butlaana waxaan waa siyaasad laakiin dadka waa dad midna abtiya loo yahay kan kalena muxuu ahaa ishay wada saa isugu soo noqonaaya marka een kulay odayaasha hadii hore u dheen loo kaasa laakiin waxaan jeclaan lahaa inaan aan idinka aragno idinku gaalkacyo jooga oo arintan hormoodna u noqdo maaragtay anagu unbay nala mid yihiin because way hor fadhiyaan waan u jeeda marka waxa hadda aan maanta su'aal maxamed abdi yusuf iyo gacma dheer ma garanayo marka runta idin sheego laakiin waxaan jeclaan laha arimaha gaalkacyo inaan ka hadlo haddii ay ogolaataan taasan jeclaan laha waxa way horta sideedaba conflictigu waa fiican yahay sidiisaba conflict markuu dhaco waxa dhaca xal baan la helaa هدي كونفلكت ياسو مركا حلو واين دباتا نحت وحوية كونفلكت يا كسو عدا قالك عيو وحو نغدا كي دباتا دلين حي وحو نغدا كي دادك اللي قوليني وحو نغدا كي ما تدا سو ماريات لغو حسوق حي رونتي دباتا دو سيدي هذا مركا يبلابا نيسو وحي كسو بلابا تا وحلي راث آس آس صلب ميل باي كاتمادا aas aaski markay soo bilaabaneysa dhibaatada tan laga ma hortagin in wax laga qabtay ahayd waxa way ilaa hadda waxay gaartay ay xulaaqdo oo dad iyo duuya iyo dalba ay martaan waxa weeye meesha tan arimo badan oo 25 sano oo Soomaaliya burburku ku socday oo iyada khaas oo influence u qaasaba jiray oo isir naceeb leh oo diin leh oo xukun doon ah ba meesha ka socday intaana waxaa lagu xallin karaa waxa weeyaan in la helo madax Soomaaliyeed iyo dad Soomaaliyeed dalka dad Soomaaliyeedna ma joogan oo dad maalintina Soomaaliya habeenkiina fikir kale ku shaqeeya jooga madax Soomaaliyeedna ma jirto marka anigu maba garan karo wax laga wada hadlo iyo wax TV aan isaga sheegno marka anigu waxaan hadalkay ku soo gabagabeeyay inaan ku dheeraado marre hadii meesha gaalkacay ha laga rabo in dad Soomaaliyana meeshi laga helo oo Soomaaliya oo isu naxayo Islaam oo wada dhashay madax Soomaaliyeed oo dadkan dhibaatadiisi ka naxaysan in la helo ma fahanti waxaa kaloon rabaa inaan farta ku fiiqo 25 sano oo burburkaas u dhacayay caruurta iyo dumarka gaalkacyo iyo Puntland jooga waa la isku caraabinay waa la isku diray dagaal la mar hadduu hooyooyinka iyo guriga ka bilowdo dhibkiisu leeyahay haddiiba la helayo in dadka orientation loo sameeyo maatada dumarka iyo caruurta maxaa yeelay dumarka iyo caruurtu marbay ka aqli badan yihiin ragga intaas aan hadalkay ku soo gabagabeeyay aad uma san tahay in maama Falastiin ahna saxafiyintii Soomaaliyeed ee muddo ka soo shaqeynayay dalka Soomaaliya maxaad isleenahay Cabdikariim Xuseen Guuleed iyo in gaas ugu guuleysan lahayn in galkacyo nabad ka dhaliyaan horta sideedaba guud ahaan waxa jira oo sida uu sheegay wasaari hore waxa loo baahan yahay wax la yiraahdo moral iyo waxa la yiraahdaa qofku inuu yahay qof oo waxa la yiraahdaa dignity inuu leeyahay qofka Soomaalidu waxa la yiraahdaa jirtay wax la yiraahdo braveness oo ah in oo waxa la yiraahdaa qabbaalida Soomaalida qabkii baa ka dhamaaday warka hore koow waxa jira bani aadam ka dhana markii qabku dhamaado qabku moraalku ku dhisan yahay waxa la yiraahdo bani aadamku ku nool yahay laba shay buu ku nool yahay nolosha bani aadamka laba shay bay sentaa apart physical marti fitnesska waxa qofku ku u baahan yahay ku nool yahay waa moral iyo material marka waxa weeye ummada Soomaaliya ummada Soomaaliyeed xadmada inuu qabkii baa ka dhintay
عصر وكذا بيجو واحد بدأ إنه دتكو رقمكو يوم إنه لش يسبدليسه لا بد إنه ما أتشك إن الله شيء حاله راح ده دولة دي هو رأي الله وده وشغله كأنجري إنه من ما عمل صامري وعي عبد قريب دي يوم ركي أنك هذا الله إيوه فراله وإنه من ما عمل صامري نما وحقا وعي كبعدي واحد دقال إيوه هدوا صه صامرين يهلكم ويقولوا وعي يضم حاله دقال جذها الله صامرة لكن وحي أجرنا عين وحي ويل السعودين وهي خلاف الدعوة كهل جرين أيه واسكو إيمان جرين نوضي ماشي اسكو هيين نمن كان ما كان لبع عبدي سوما يس لبع عبدي بربلام كيودو وبطي وحابا إذن كغفلن درسي وذن نغفلن دقال كيو دعايا بإسكت دوفان وانا كأمو سيهن انتا ساكو فلن أيه حكم كيودا لو حكم كرا هدي تهي إغنورانس أيكو تهي أوتهي هدي أوتهي كارلس نما أوتهي هدي أوتهي بدعنة إن كسكسبة أو تلاقيهم بين واحد كان أجيب اللابان واحد لو واحد لقوا فسير كربا تاس بقى فسير يسوي واحد أيهين أيام قبعة أنا وهذا أي واحد لصي قال ملها أسأهات شعبك محلل ولاش فلسطين وشكتي I believe إن شعبك الصومالي ده أيوة أنا درس سنين اللي بهني هاي إن يجا واحد لقى ده دعيو ويسد سد دفاع عن شعب يكون سد دفاع اللي بهني ومرك بلاي بنا كربات وقت ما هذا إن يجوا سد دفاع عن أي اللي بهي مرك تاسو حب أنت إن awareness الله سما يا شعبك صو شعبك ماشي الدجن نون كل يقول صو ما لودن الله سما يا awareness وين إنه وحكي السجان ما هو بنان كسجان وين أقول أنا وح الله لسه يجينا أي لسان قبل هذا ما أمرك أي وح بطل أب system أدي له الله لسه تقول هدي هيك تو وأنت كلو هيك تقولين كده هيك تقولين كده هيك هي بس هسه واحد لقى شعبك بك إنه فهمان إنه وح يقول ليه هين شو ده رئيس وزارة مدة صومالي ده وح يكدح هي يا عشان جرتي أو ها صومالي نمو عصام علمه أيها كل انتهى هذا هذا وحين نقدان وأنا عصام هي لسان كيوت تنين الأورنجري أو شوقي معلومات بحركي يود أجوقي سجلشان إيشنتي وحيري روح عصام علي أجوقي وكيل وها يو إنك أجوقي وحيري عصام علي ولقد ماشين كرتوير هذا عبالي وحيري نك سو مسؤول عصام علي كوي ماذا وحكلي هذي أنا يا عد وقف عن عصام علي غير كنا وقصي في عن وأنت كرده محمد سمين كرا ها ما حوي الصومال ولا مركب نكسته بساس بكل يهبي مركب ده ود عقل بدن اسمع حكومة كرام بوي وهذا سجاش إني شنتي حد ما يجي بين مريسا لا برا بتاع إني وده هذا شيء مجرته نكسته بغير كيس أوفى عن أسرع أوفى عن واجز وحيبة هيد بحتى وح مطي أو رجع جرتي أو برود نسير بجرتي هذا وارد ما ته هذا عصر كيه هذي اللي تقو واحد نقول كدوم الإبسانية وحن صوم مرة هذا أنكم مرينا فلسطين تو ماشي أفرتني صدبدي أفرتني شنتي أفرتني لحد ماشي مريجرين فلسطين أنت أنتولوجي ماذا ويهود أنت ماذا الأورنجري بارتا أنك أجد أمريكا اللاتين أنك جاي في سمر بتاعها يجت بتجرين وتجرين وتجرين قرمي فهمين مركي دول دول كلالو بريجة فهمين ما أنت دي بيان they are being today ما أنت دي بيان قيمها إيوه قالين عروتو صلى الله عليه وسلم ودقال قلها يان وصرحنا يان ودنو كجرين ويالك وذا قال يدبك هات أنا عروتو دبك وذي أنا قال دون وطبعا تتامل أنا صدلك والكو قو قاي حقا بطن بيرا علي تنهوى اللي قولوا إيوه يستي تنهى اللي قدري بدي بقى سؤاله ورطا وقت وسيري سبوا سدح ووقت التقي وقت التاقن يمت سوى الصعودة وقتي تجي واتجي مت كنت هاجن ودي بكيسي وتنوى هذا كله حجرنه بل هذا وحالي رضى حتى عذابتي وبك حشوته بل محل ليدين وقتي قصوص صعدة بل تلن بل وحنا قبيرية تاس وامد تاس مدة كله هداي هذا الكي فدرالك بان هذا الكذب صعدة horta een anuu federaalka Soomaaliya ka socda shirqool baan u arkaa falas aan fikirkayga maxay ila anagu wadan burburay baan u ahayn wadan la isugu tagay baan u ahayn wadan isagoo dhisan subax wadamada dariska ku soo duuleen baan u ahayn federaal waligaa maanaan arag shaqo kumaanaan lahayn wadankayaga wax aan ka soo baxsano muruqanaga kaga soo dalaga dalkayagan cunu jirnay Soomaali isku duuban baan ahayn subax baan lagu tuntay hana lagu tuntay burburkii kadib maanaan fakarin ما ننتشنن أرادي كمان ننبحن فترة دن من نويا مسمنا هي ما ننهن معناها قفكم مركو وحوتشا هي هرت سوينو نستمع سوينو نستمع وحن قبى أنا جو وحن لو قط لا جلينا يا هاي بركي فترة لأنو جو منا قانو وما بيسلين تقالهن ملهن أخونتين ملهن مسكحين ملهن فترة الوحن نو جو حبونا هدي لسين ولاده صدق صنو هدي كديبه ما فهمت وحن لقى صور هداي بعد هذا وحن لقى صور مري إنه يهان قبى فدرال كاسونا وحوي نبنا النجاح إن
ولادنا نسي دافي مل أنو ولا أنو فدرال كان مقرن حيو أنا برنامج كي كلن كان يروبي أو ما أنت مرتي يجوا ها وزير كي هراء أريمه جدها الدولة دي كمل جار كيد الصومالية محمد محمود جولد قام دارا يقولي ب رئيس الوزراء هراء سنة الدولة دي كمل جار كيد الصومالية حد أنا حل بانك ترسن دولة فدرال كصومالية محمد عبد يوسف أو يدك وذي قانون إن سدوا كل برنامج كوا حقيقة قلها إن شعب كود قن قار كم إذا شعب كود قن يراثي مقالة نيروبي إن عاصمة دل كينيا إن قدر أنت سأل كوسا أمرنا برامج كي كلن كنيروبي أنت عن برامج كلام ندبو كل مدونة وعبد القادر جيجلو يدله سياسيه نبتقليه.